قيود جديدة أخرى على المظاهرات في مصر تجعل قرار ترخيصها بيد وزارة الداخلية، وفي حال عدم موافقتها يتعين على المتظاهرين اللجوء إلى القضاء. يتضمن القانون الجديد أيضا غرامات وحبسا مشددا يصل إلى 10 أعوام في حال حيازة مفرقعات أو متفجرات أو مواد محظورة خلال المظاهرة. وقد قدم القانون خطوات تدريجية لفض الاعتصامات، آخرها استخدام طلقات الخرطوش المطاطي وقنابل الغاز والدخان. ويمنع القانون أيضا الاجتماع العام في أماكن العبادة أو السير إليها. وخوفا من تكرار سيناريو رابعة، يحظر القانون الجديد الاعتصام والمبيت في أماكن المظاهرات. إصدار قانون التظاهر يأتي بعد 100 يوم من مجزرة فض اعتصامي رابع العدوية والنهضة. رغم سقوط مئات القتلى خلال العملية، إلا أن السلطات المصرية ترى أن فض الاعتصام مطابق للمعايير الدولية، بينما صنفته منظمة العفو الدولية كأكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث. 18 منظمة حقوقية اعترضت على القانون الجديد قبل صدوره، واعتبرته شرعنة لقمع التظاهرات. وترى المنظمات أن القانون من شأنه تجريم جميع أشكال التجمع السلمي وإتاحة استعمال الشرطة للقوة المفرطة دون قيود. التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية المصري قبيل صدور القانون كانت واضحة: لا تهم أعداد الضحايا بقدر ما يهم التحكم في الأوضاع. أي تظاهر هتخرج عن السلمية أو أي تظاهر هتقطع طريق هتعامل معها بحسب وبقوة مهما كانت الخسائر، سواء عندي أو عنده. أسقطت مواد قانون التظاهر حماية المتظاهرين من حساباتها، ففي الكثير من المظاهرات يعترض مؤيدون للانقلاب سبيل متظاهرين مناهضين له، ولا يحرك رجال الأمن ساكنا. كما أن الكثير من المتظاهرين زج بهم في السجون بتهم فضفاضة كالتجمهر وإثارة الشغب وعرقلة حركة المرور.